بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أقدم تنويه قصير في هذا البرنامج اليوم فيما يخص الخلاف أو الحرب تجراي. كما تعلمون، كما تتابعون، يعني الحرب منذ البداية هي من أجل تنظيف عرق أو إبادة شعب كامل، لم تكن حقيقة من أجل احترام القوانين كما قال أبي أحمد من البداية، أو كما قالوا إنه محتاجين فقط يعاقبوا أعداء التي بي إل إف أو أعداء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كما قالوا وكما ادعوا من البداية. ولكن حقيقة حتى الآن نحن تقريبا في الشهر التاسع، شعب تيغراي عانى ما عانى، يعني فعل فيه أشياء لم نسمعها في حياتنا ولم تحدث في أماكن أخرى، من اعتداءات من عدة اتجاهات. يعني أبي أحمد استعمل قوات خارجية كما تعلمون وكما تابعتم جميعا، من سواء كانت من القوى الإريترية، من القوى الصومالية، استعمل الدرون، استعمل كل ما عنده وسعه من قوة استعملها حتى الآن. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، القوات التجراي المدافعين عن تجراي حتى الآن تمكنوا من الصد بهذا العدوان. هو كان عدوان فقط على شعب تجراي كاملا، لأنه حتى قبل الحرب كان 3 سنوات منعوا من الميزانية، منعوا من المواصلات، يعني حتى سكر عنهم الخطوط جميعا. فشعب تيغراي عانى 3 سنوات قبل الحرب، قبل أن يعلن الحرب عليهم. فهذه إبادة بشرية على نطاق واسع جدا، والآن يحاولوا أن يشنوا سمعة التي دي اف أنهم قتلوا من العفر وإلى آخره. وكما رأينا تي دي اف كانت تعاملها مع الأسرى يعني من أرقى ما يكون تعامل في العالم، لا يقتل أحد، لهم يدافعون عن أنفسهم، هم يناضلون مع من يأتي بالسلاح ويقاتل، لكن لا يوقعون أي ضرر على أي شعب، وإلا بإمكانهم كانوا أن يضروا الشعوب الأخرى أيضا، أو التي تسكن في مناطق إثيوبيا كاملة أو في مناطق إريتريا، كانوا بإمكانهم أيضا أن يقذفوا بالدبابات أو بغيره، لكن لم يفعلوا حتى الآن. كل تركيزهم هو تركيز استراتيجي مع العدو الذي يأتي مسلح فقط. والآن نحن كما سمعنا رئيس إقليم أمحارة، هذا الرجل ما يسمى بأغنيو تشاجر اسمه، تستطيعون أن تسمعوا كلامه بالكامل عن ما تكلم عنه. حاولوا اسمعوا الأول. يتكلم إنه شعب تيغراي بالكامل هو عدو لشعب أورومو، لشعب الصومال، لشعب الأمحارة، تحريض كامل على إنه يجب كل الشعوب. نحن متى كنا نحن، متى كان أهل تيغراي، شعب تيغراي يكره أي شعب؟ ألم يكن شعب تيغراي هو الذي بعدما ناضل 17 عام وقبل أن يكون إخوة مع الأورومو، مع الأمحارة، مع الجامبيلا، مع من الذي أعطى هذه الحرية لكل الشعوب عن طريق القوانين الفيدرالية التي أقامتها ويانا وأقامتها حوحت مع الحكومات الأخرى التي كانت موجودة، وكل الموجودين الآن في حكومة أبي أحمد كانوا موجودين في حكومة ملّ الزناوي والحكومة التي بعدها. فأيش اللي تغير؟ يعني نحن بالعكس، يعني نحن شعب يتعامل مع كل الناس باحترام. أبي أحمد نفسه يعني تكلم وقال إنه شعب تيغراي مسالم مع كل الشعوب، مسالم مع الصوماليين، مسالم مع العفر، مسالم مع أورومو، مسالم مع كل الناس، جاور ولم يختلف معهم أحد. هذا موجود بكلام بلسان أبي أحمد الكذاب الذي ينطق بالكذب فقط. تكلم بنفسه وقال يعني الخلافات موجودة فقط في المناطق الأخرى، الأورومو مع العفر، والعفر مع غيرهم، والأمحارة مع الأورومو.
أما في تجراي ما في هذا الخلاف، هو بعدمة لسانه يعترف بهذا الشيء، لأن الشعب التجراي يحترم كل الشعوب، ما عنده أي مشكلة مع أي شعب. نحن عندنا مشكلة مع الدكتاتورات. الدكتاتور من يأتي من الدكتاتور في العالم، في اللي يجي في إثيوبيا منذ الأزل، منذ آباء أبي أحمد أجداده، منليك، هيلا سلاسي، وكل الدكتاتور اللي موجودين اللي جو في التاريخ كانوا هذول عندهم مشكلة مع أهل تجراي. أهل تجراي لا يحب الدكتاتور، لا يقبل الدكتاتور. أهل تجراي اختاروا الحكومة التي تمثلهم، حكومة تجراي، إقليم تجراي، في أثناء ما استلم أبي أحمد. فبالتالي هم إذا اختاروا التي بي ال اف أو الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، فهذا يعني قائم على اختيار شعب تجراي. هو حر، هو حر في من يختار. إذا اختار حوحات فهم حرين. من أنتم حتى تأتوا وتبيدوا حوحات أو تبيدوا تي بي ال اف وتقولوا إنه هذا المفروض يعني يباد من الأرض؟ من أعطاكم هذا الحق؟ من أنتم حتى تسمحوا للآخرين بمحوهم لاختلافات سياسية أو لاختلافات عرقية أو لاختلافات دينية مهما كانت؟ من أعطاكم هذا الحق حتى تفعلوا هكذا؟ ولذلك هم الذين بدأوا بالحرب، هم الذين اعتدوا على تجراي، اعتدوا على النساء، اعتدوا على الأطفال. يعني الآن تجراي تواجه بكل سكانها بمجاعة، ونحن لسنا فقراء في هذه الحالة في تجراي. ناس عندهم في البنوك، سكروا عليهم البنوك، أحرقوا معوناتهم، أحرقوا اليابس والأخضر في تجراي من أجل تجويعهم، والعالم كل يتفرج ويسمع. وكذلك الناس الناطقين باللغة العربية ممن يتشبهون بنا ويقولون هم من تجراي، سواء كانوا الأمحار الناطقين بالعربية أو الإريتريين الذين ينطقون باللغة العربية، يتواجدون في التويتر في كل مكان يقولون نحن من تجراي، ويشوه سمعة الويانة، فهم كذابين، ليسوا من تجراي. يجب أن تميزوا بيننا وبينهم. نحن شعب تجراي كله اختار ويانة، اختار تي بي ال اف، ونحن لا ندافع الآن عن تي بي ال اف. حتى ولو كان التي بي ال اف عندها خطأ فتحاسب مثل أي إنسان يتحاسب، أي حزب يتحاسب. لكن نحن الآن هذا الحرب هي حرب شعبية، حرب التي دي اف هي الدفاع عن تجراي وأهل تجراي. تي دي اف هي تجراي ديفنس فورس هي. فلذلك يعني كل أهل تجراي سواء كان في المهجر، سواء كان في داخل تجراي، فهم يجاهدون فيها، ينادوننا في هذا الجهاد لآخر شخص يوجد، لأنه هذه جاءوا من أجل أن تنظيف عرق وإبادة جماعية كما يفعلون الآن. فلن نقبل هذا الدكتاتور بأي ظروف كانت. ولذلك هذا الشخص الآن يوقع في التلفزيون الرسمي الأثيوبي يقول، اسمعوا، يزبي ولا يتبي حزب طلعت له، يزبي أورمو طلعت له، يزبي أفارو طلعت له، يغامبيلا طلعت له، يسوماليو طلعت له. الحديث الحديث موجود كامل، لكن هو قاعد يقول إنه الشعب التجراي هو شعب يعني عدو للصومال، عدو للغامبيلا، عدو للأورومو، عدو لكل الأقليات اللي موجودة في إثيوبيا. نحن لم نكن، شعب تجراي لم يكن أبداً لديه مشكلة مع أي شعوب. أنتم ممكن تجدوا تجراوي، واحد من تجراي موجود في أورومو، اشتغل واستثمر وبنى بيت وترك شغل من عرق جبينه، والآن يأخذون منه إجبارا ويودعونه في السجون لأنه من تجراي فقط لا غير. اذهبوا الى اماكن، الى الصومال، اذهبوا الى اماكن اخرى، في كل منطقه تجدوا تجراوي لانه يعتبر نفسه اثيوبي. اكثر واحد يعتبر نفسه كان اثيوبي، ليس كما يشعره الان. ولذلك الشعب ما عنده مشكله مع اي شعوب، لكن الامحاره هم عندهم مشكله مع كل الشعوب اللي موجوده في اثيوبيا. الامحاره يريدون ان يكون هم الاعلى، هم الذين تسمع كلمتهم، كلمتهم العليا عاوزين تكون. العلم علم تبعهم فقط، الدين دين المسيحية فقط تبعهم. الأمحارة كانوا وما زالوا وسوف يكونون مشكلة إثيوبيا إلى الأبد، لأن هؤلاء يعني ما عندهم نية يتغيروا. لو يتغيروا ما في مشكلة، لكن شكلهم ما عندهم نية يتغيروا. الآن يعني قاعدين يحشدوا كل الشباب اللي قاعدين يموتوا في 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 أراضي تجراي. ليش كل هذا العداء؟ ليش كل هذا الكراهية؟ ليش ما يوقفوا الحرب ويتفاهموا زي الناس في الطاولة إذا كان عندهم مشاكل؟
سياسيه، اذا كان عندهم مشاكل اقليميه، ليش كل هذا العداء الان؟ والان يريد ان 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 يقوم كل شعبه. هم الان يعني مش انه ما قاموا، هم قاموا لكن الان اتفضحوا بنفسهم. في الاول كانوا يقولوا نحن معترضين فقط لانهم التي بي ال اف ما احترمت القوانين، وعرفنا نحن نعرف انه هم كذابين، عرفنا انهم عاوزين اباده بشريه، لكن الان بعدمه لسانهم قاعدين يتكلموا. يعني انقلب السحر على الساحر، هم خططوا وتمسكنوا وقالوا انه كذا، وحب يوروا للعالم ان هم فعلا ما كانوا يقصدوا هكذا، لكن الان كله بعدمه لسانهم قاعدين يطلع. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر تبعهم الان طلع، لكن لانه ربنا يكون مع المظلوم وما يكون مع الظالم. شوفوا اهل تجراي المساكين اللي سكر عليهم من كل الابواب، ربنا بعث لهم من كل العالم وناس يدافع عنهم، يكونوا لهم صوت من كل العالم، مش فقط من 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 من, من اهل تجراي، من كل العالم يدافع عن هذا الشعب المظلوم المنكوب الذي يعني انزل عليهم جرائم اغتصابات واجرام بشكل عجيب، ويقولون انه شعب تجراي يكذب. لماذا يكذب؟ لماذا يكذب؟ يعني ايش عنده مصلحه انه يكذب؟ وانتم شايفين بالدليل الان الساتلايت تكشف كل شيء، يعني ما تقدر تكذب في هذه الساعه، التكنولوجيا تفضح كل شيء. فلذلك هؤلاء الناس يتشبهون بتجارو، وخاصة الناطقين باللغة العربية اللي موجودين في التويتر، اللي موجودين في كلاب هاوس، اللي موجودين في كل السوشيال ميديا. لا تصدقوهم، هؤلاء ليسوا من تجراي، وإن كانوا من تجراي فهم مع أبي أحمد، فهم إحنا بالنسبة لنا فهم خونة، مع يعني استهانوا بشعبهم وأرضهم وكل شيء، فهم أصحاب المسالح، أصحاب الذين يأكلون الأموال الذين اشتراهم أبي أحمد. فلذلك نحب نعرف هذا الشيء، ويجب الإعلام العربي أيضا يجب أن يعرف مع من يتكلم من التجارو، لأنه ليس كلهم تجارو، فهم الآن يتمثلون بالتجارو، وخاصة حتى ممن يسمون أنفسهم في بعض كثير منهم الإريتريين الذين يحملون الجنسية السودانية أيضا، ويقولون أنهم من السودان، فهم ليسوا إلا يتخفون بأسماء من أجل إبادة شعب تجراي. هذا قصة طويلة مع الإريتريين ومع الأمحارة، وحقد دفين قديم، إن شاء الله نجعله حلقة مرة أخرى ونتكلم فيه. أما ما يحدث الآن عشان تعلموا، نحن شعب تجراي لم يكن ولن يكون يكره أي شعب، لكننا لن نقبل بعد الآن أن تقام علينا جرائم، أن تقام علينا حرب كل 20 سنة، كل 30 سنة، كل الحروب التي قامت في إثيوبيا، ارجعوا التاريخ وأقرأوها، كلها في تجراي، كلها في تجراي، والتاريخ كله في تجراي. إثيوبيا بدون تجراي فهي ما تسوى شيء، لأنه أهل الحبشة هم تجارو ليس إثيوبيين. يقولوا الآن يستعملوا حديث اللي يقول يعني لا تقربوا الحبشة أو لا تهين الحبشة، فهم ليس أهل إثيوبيا، أهل تجراي هم أهل الحبشة، أهل النجاشي هم أهل تجراي. تاريخ النجاشي موجود في تجراي، في أكسوم، في 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 وقرة الضريح النجاشي، الذين استقبلوا الصحابة رضوان الله عليهم. أهل تجراي من زمان فهم ناس يستقبلون ويحترمون كل الشعوب، ولديهم تاريخ عريق، سواء كان دخول اليهودية، دخول المسيحية إلى تجراي. لدينا تاريخ عمره 3000 سنة. فإثيوبيا بدون تجراي كما قال أبي أحمد فهي سيارة بدون موتور، هو نفسه قال هكذا، بدون محرك، بدون موتور. فلذلك هو اعتدى على تجراي، واعتدى على من لا يعتدى عليه، المفروض ما يعتدى على أهل تجراي. أهل تجراي كان لهم السبق في أنهم طردوا منغستو هايلي ماريام، وأعطوا السلام للإثيوبيين مدة 27 سنة، الذين أنكروا وقالوا هذه الفترة كانت فترة الظلام. فالظلام بعينه الآن عندهم، الظلام بعينه الآن، يعني كانوا مستخسرين السلام اللي كان موجود، مستخسرين الحضارة اللي كانت بدأت في إثيوبيا، مستخسرين حتى ولو في غلط، حتى مع الغلط اللي موجود، كانوا عمرهم ما يعني شكروا الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي كانت موجودة في إثيوبيا. من الطرف إلى الطرف الناس كانت عايشة بسلام وتعمل، وكان لهم أهل تجراي والويانة والحواحة
لهم الفضل في بناء المدارس والمستشفيات وبناء يعني الحضارة الجديدة الآن اللي موجودة في إثيوبيا اقتصاديا وحضاريا، رغم التقصير. ما أقول إنه ما في تقصير، إلا يكون في تقصير، ما هم بيرفكت عشان يكونوا. وإذا كانوا هم قصروا، فاللي موجودين الآن في الحكم في المعابي أحمد كلهم كانوا موجودين في معمل الزيناوي. فإذا كان المفروض يعاقب، يعاقب الجميع، ما يعاقب أهل تيغراي ولا الناس من اللي موجودين من تيغراي. فهؤلاء يعني يستخدمون الكذب، كل الإعلام تبع الإثيوبي على إثيوبيا كله كذب، سواء كانوا الناطقين بالعربية ولا باللغات الأخرى، فكله يقف على الكذب. لكن أمرهم قد فضح ولله الحمد، لأنه الحق، الحق الله سبحانه وتعالى يتكفل به، أهل الحق وأهل الظلم الله سبحانه وتعالى يتكفل بهم. لا تفكروا إنه الله سبحانه وتعالى غافل عما يفعل الظالمين، الظالمين ظلم ما يغفل عنهم الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحب إنه أنوه لهذا الأمر، وأرجو منكم أن تشيروا لكل الجروبات الناطقة بالعربية ولكل الموجودين في البلاد العربية، لأنه هناك تزوير للحقائق، تزوير للتاريخ، تزوير لشعب تيغراي. يجب أهل تيغراي، شعب تيغراي هو يتكلم عن نفسه وعن تاريخه، مش الذين يتمثلون بنا ويتكلمون عنا في كل الإعلام، لأن الناس ما تستطيع أن تفرق بين التيغراوي وبين الناطقين بنفس اللغة. نحن نتكلم بنفس اللغة في تيغراي وفي إريتريا، الناطقين بالتيغرينيا أو الناطقين بالعربية. فهناك في تزوير، أرجو أن تحذروا من هذا الأمر. وأيضا أريد أن ننوه لإخواننا اللي موجودين في السعودية، أهل السعودية، أرجو منكم يعني أهل الخير حكومة وشعبا، إنه الذين موجودين في سجون السعودية والآن ترحلونهم لأديس أبابا، يعني الشباب والنساء ومع الأطفال اللي من تيغراي قاعدين يدخلوهم مرة أخرى في السجون، وقاعدين يعذبوهم، ومنهم من يقتلوهم. فبالله عليكم، يا إما أن ترحلوهم إلى السودان، يا إما أن ترحلوهم لمصر أو أماكن أخرى، أو إنهم ينتظروا حتى يعني يأتي الفرج من عند الله. وأبي أحمد قاعد يستغلهم بالفيديوهات، إنهم هدول الأسرى اللي جابهم من تيغراي، فهؤلاء ليسوا أسرى، ليسوا أسرى أبدا. يعني حكومة أبي أحمد وسياسة أبي أحمد الفاشلة تكذب 24 ساعة. فيعني حرام، يعني هؤلاء الشباب، هؤلاء النساء الذي ليس لديهم أي دخل بالسياسة، أن يخرج من السن من السجن السعودية اللي هو أهون بكثير من السجن في إثيوبيا. وحتى الإثيوبيين الآن اللي في أديس أبابا قاعدين يأخذوا أموالهم، قاعدين يسجنونهم فقط لأنهم تجاروا. فهذا يعني أرجو منكم إنه الإعلام العربي أيضا أن يتكلم في هذا الأمر، لأنه الناس يحتاجون أن نكون لهم صوت. ونشكركم على كل التعاون الذي تفعلونه من أجل أن تكونوا مع أصحاب الحق وأصحاب الصوت المكتومة، لأنه أبي أحمد كتم كل الإعلام وما يتكلم إلا بالباطل. وحتى موضوع العفر اللي موجودين في تيغراي، عملوا الصلح مع تي دي اف والموضوع ماشي تمام، لكن العفر الإريتريين هم الذين الآن يقولون ينشرون فتنة بأن تي دي اف قتلت كذا وقتلت كذا، فهؤلاء كذابين، لأنهم متعاونين مع إسياس أفورقي. الأريتريين سواء كانوا معارضين كثير منهم، وسواء كانوا مؤيدين لحكومة أبي أحمد، أيضا مصلحتهم مثل الأمحارة الذين اتفقوا معهم أن شعب تيغراي يباد. وما فعلوه من الإجرام تستطيعون أن تتابعوه، سواء كان في إعلام العربي أو في الإعلام الغربي، بما فيه الكفاية يوجد. فحبيت أنه أنوه هذا الموضوع حتى أجي في برنامج آخر. وشكرا لكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.